قد سرمس تفل كيت نانا مكمين نانا مكمين قني سراف النمطة زيت النرفغني تدار تدور لك من قداز ولا لك من تغارت نانا مكمين يختم الزيتين بابان يختم قرتين ورقاز يختو سرتين وصندل. أنني نشارك في هذه التظاهرات الثقافية في قلب باريس، وخصوصا في عند مركز الدراسات العالمية للبحوث العربية والفلسفية والتاريخية. شرف كبير لي أنني نكون اليوم ضيفة هنا، خصوصا أنه أول إيفينمون كيدير على القصيدة الأمازيغية ولا الثقافة الأمازيغية بشكل عام. أنا كشاعرة نقدر نقول من يسكنني الشعر، لأنني أولا أنا كنتمي لمنطقة فيها العديد من منطقة معطاء ثقافيا، الوغ كو لونتوراج ديالي او البيئه فاش كبرت كانت بيئه ثقافيه بامتياز، منطقه ايت معمران، طبيعه بطبيعه ملهمه، والاحساس ديالي بالهويه الامازيغيه اللي كنت كنظن انه كنت كان بدايه كنت كنكتب بالعربيه، ولكن ملي اكتشفته كان عندي حس وصلت انني نحس بانني عندي هويه تستحق انني نعطيها اكثر مادام العربيه عندها ناس اللي يقدر يعطيوها. الوغ كو مادام سيدي ربي عطاني شي سميتو علاش ما غني به المكتبة الأمازيغية. واش ممكن تقولي لنا مجموعة من الجوائز اللي حصلتي عليها؟ وهذا شرف للشعر الأمازيغي وشرف خصوصا للمرأة الأمازيغية اللي كانت اللي كان هو موضوع الندوة. يعني بالنسبة لهاد الجوائز هادو، يعني شنو هو التأثير ديالهم في الشخصية وفي العطاء ديال الشاعرة ديالنا خديجة؟ هو في الحقيقة أنا العمل الأول ديالي كان قصة القصيرة. كنت ربة بيت لا أشتغل، جالسة في الدار، والجائزة الأولى اللي درتها كنت كنكتب لأن أقتل الفراغ اللي كنقولوا، كنت كنكتب كان عندي واحد النموذج ديال واحد القصه كتبتها سميتها اكونت ورقيت ودخان حلم. جات فرصه في 2008 انه تعلنت جائزه الابداع الشباب في قناه الثانيه الدوزيم، قلت ندفع ليها هكاك حيت بان لي فيه الشق الامازيغي. اولا في الحقيقه كنت قلت غير باش نجرب واش نيت بصح غادي كي الامازيغيه ممكن تدخل، وفي الحقيقه تفاجات لانني وصلت للفينال وخديت الجائزه الاولى كاول مراه بعدا في القصه القصيره. في سوسولي شرف انني ندخل التاريخ من ابوابه الواسعه خصوصا الادب. هادشي شجعني يحل لي بيبان اخرين، لاني ما بقيتش كنكتب باش نقتل الفراغ، وانما وليت كنكتب باش ننتج باش نعطي باش نوصل فكره هاد المراه الامازيغيه للثقافات الاخرى. انا نقول انا لا فما امازيغي لا دي كومبيتونس اللي خصهم يتشافوا، وعندنا ان باجاج فوكابولير اللي خصو يتسمع، عندنا دي زيماج اللي خصهم يتعرفوا. الوغ من تما كنا بديت درت محاولات شعريه، شافوني شعراء وادباء قالوا لي سي اكستراوني ضروري هاد التجربه ديالك ما خصهاش تبقى حبيسه الدفتر، وانما خصها تنتج. في 2009 مباشرة موراها درت الغوكي الاول ديالي سميتو ازوان نورماد ولا موسيقى المخاض، خديت به الجائزات الجهويه ديال الابداع اسنف الابداع شباب. موراها درت ديوان شعري بعنوان تندراني في السي جيميس مون سيلونس واني نصمت، هذاك الديوان خديت به الجائزه الوطنيه للثقافه المحل الملكي للثقافه الامازيغيه. موراها درت ديوان اخر تجربه اولى وفريده في المغرب كامل، رسائل شعريه بيني وبين شاعر، كل قصيده كتنتهي بسؤال وكل قصيده كتكون اجابه على السؤال اللي كان يعني تناولنا مجموعه من التيمات بحس ثاوي وبحس ذكوري. مراها شاركت في واحد المسابقة كانت جيتي انفيتي بلا سميتو ديال معتوب النواس، مؤسسة معتوب للناس في الجزائر، شاركت وكان لي الحظ انني نفوز بجائزة الاخوة ديال نونيس معتوب في سنة 2013. مراها جا ديوان اخر اللي سميتو ملامح، وهذا الديوان مرحلة أخرى في الشعر، لأنه ديوان اللي تخطيت فيه مجموعة من الحواجز وحليت فيه مجموعة من تيمات اللي نقدروا نقولوا طابوهات، اللي هرست فيه مجموعة من طابوهات واللي إن شاء الله يكون تجربة فريدة في المغرب، واللي تحولت فيه الفكرة أنه ما كتبش الأمازيغ كنكتب غير الأمازيغ، إنما حاولت أنني نكون مترجم باش نفاتحه على العالمية إن شاء الله. كنعرفوا بأن خديجة أروهال ماشي يعني ما دخلتش المجال الشعري بوحده ولا المجال الفني، هي معروفة بأن دخلت المجال السياسي من بابه الواسع كما يقال. كنعرفوا بانك عضو يعني نائبة رئيس وكذا، يعني من حزب التقدم والاشتراكيه. يعني اجزات التجربه السياسيه في الشخصيه ديال الشاعره ديالنا خديجه أروال. في الحقيقة السياسة لم تكن أبدا شي حاجة اللي كتيرني أو اللي كان ديريني، أني أنا معروفة أنني كنت مناضلة في مجموعة من الجمعيات الحقوقية الأمازيغية سواء النسائية كمنظمة مينوت اللي معروفة، وكنت كنناضل، ولكن كنشوفوا أنه النضال كيخصو طرق أخرى لتوصل. إحنا عارفين أن
انه مجموعه من المطالب ديالنا ما كنوصلوش اننا نحققهم. الوغ كو قلت وجات واحد لا ديسيزيون، واخا انني كنت كنقول انني ساجازف لانني اننا الامازيغ خصهم يكونوا في مراكز القرار، واختاريت ايفيكتيفمون حزب التقدم والشراكيه لان التوجه المبادئ ديالو قريبين ديال الحركه الثقافيه الامازيغيه، وخصوصا انه اول حزب كيعترف بالامازيغيه منذ السبعينات، واللي كانت عنده جريده كتكتب فيها حرف تيفينار الى غير ذلك. التجربه السياسيه للمراه الامازيغيه ما نظنش انها تكون جديده، لان الملكه دي هي اول مثال، كانت قائده في شمال افريقيا باكمله. كنت كنقول انا باش نقول انني امازيغيه يجب ان استحق ذلك بامتياز، ما يمكنش تكون عندي واحد الجده اللي عندها لو كاليبر ديال الملكه هي وما نقدش على مسؤوليه سياسيه. كلمه اخيره باستمازيغ نسوس. درت السي مغور غدر سنيمير غاكم اللي دوش كاين غصاد دي ديو سنم مسنو نبقرا دسكلان اللي لن غصاد مسنو مساد نتزوري وين نوم زروي مركز الدراسات التاريخية دي السرف العربية أمدلان والفلسفية والفلسف غصاد يقايا دور مقرنة فتا دي اللي غصاد نقري مزيغ نباريس نقري مزيغ ليوسينا مأنزقوم نتماقي التمازيخ ليوسينا مزقوم تيراتي مازيغين نغد ناكلا كوزا مازيغون جينيرال ستيتيم غا مياد لي فكي غا اي غا يانوسوري فلي راي رزمتي فلي وين يضنين يتمغارين دير كازني يضنين فد اتسنفلون غير نتمازيغ فوخا برا